إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. كنعاود نربط بكم الاتصال هنا من ولاد طيب، يعني الشارع الرئيسي ديال ولاد طيب. في إطار المشروع ديال توسيع الطريق تم الهدم ديال مجموعة من البنايات، مقاهي ومتاجر ومحلات يعني تجارية ومنازل كذلك اللي تم هدمها، واكيد العمليه مازال متواصله هنا بطول الشارع ديال ولاد طيب الرئيسي. هانتوما كتشوفوا مثلا هذا مقهى اللي كتشوفوا انفاس معنا، هذا منزل، راه سبقنا خدينا تصريحات مع عند اصحاب المنزل واصحاب المقهى. شوفوا كيفاش تم الهدم ديالو بالكامل من اجل توسيع الطريق، واكيد هذا مشروع اللي كان تعطى سابقا يعني منذ 2011 ديال توسيع الطريق، وكانوا خبروا هاد الناس والان جاء التنفيذ ديالو. كنعرفوا بان يعني الاستعدادات الان راه جاريه لكاس افريقيا وكاس العالم، وهذه راها ولات طيب يعني الشارع الرئيسي المؤدي للمطار هو هذا، وغنطلعوا هذا الشارع كامل غيتم توسيعه ديال الشارع كما كتشاهدوا. هاد الناس يعني بطبيعه الحال دابا هذا راه ملك عمومي، الناس راهم شاريين بوراقهم، كاين اللي كيقول انا كنت شاري، كاين اللي كيقول انا كنت متبوع. بحال دابا مول هاد القهوه اللي اونفاس معنا شنو قال لي في التصريح ديالو؟ قال لي بان انا كنت هنا في هاد المنطقه ملي كانت ولاد طيب محسوبه على عين شقف، وقالوا لي عبر 15 متر من الطريق وبني بنيت، لقيت راسي الان محت يعني مضطر انني نخوي. هما مع الاستحقاقات اللي اكيد كينظمها بلادنا ديال كاس افريقيا وكاس العالم، وكيقول لك زعما ما نضيعوش وخا نكونوا حنا غير يعني مخالفين للقانون. هما كيقول وخا نكونوا مثلا نفرض لاننا حنا يعني محتلين الملك العمومي وبنينا في الملك العمومي، هنا مجموعه من علامات الاستفهام تطرح. انا بغيت هنا لربما لربما تفهمت بانني ضامنت مع الناس انسانيا، انا وصلت لهم الصوت ديالهم. كيقول لك حنا متضررين خصنا التعويضات ديالنا، ولكن واش هما محترمين القانون ولا لا؟ ماشي من الاختصاص ديالي انا باش نعرف. انا كنحاول نبحث على المعلومه وكنحاول نعطيكم بان هاد الناس صريحات ديالهم اللي جات على لسانهم بانهم هاد مول القهوه اللي صرح لي في البث المباشر بانه كيقول بان كان متبوع تابع لعين شقف. فاذا الان ما عرفش انا كيفاش غيتم التعامل مع هذا الملف، واش غيتعوضوا ولا لا، واش الوضعيه ديالهم قانونيه ولا غير قانونيه، لان العديد من الناس كيقول لك بان هاد الناس راهم محتلين الملك العمومي والسلطات راه تحرر الملك العمومي. انتم غتقولوا لي التصريحات ديالكم وحنا نوصل صوت المواطن، اكيد نبحث على الحقيقه كنحاولوا ناخذوا التصريحات من اجل ايصال صوت المواطن. فاذا غنحاول نقربكم من تفاصيل هدم هذه البنايات اكيد المؤديه ل في الطريق المؤديه للمطار. اجيو تشوفوا معنا هذه بنايه منزل وبنايه جميع البنايات اللي جايه على الشارع، سواء كانت منازل ولا متاجر ولا محلات تجاريه، كل شيء كيتهدم بدون استثناء. هانتوما شاهدوا معنا، وهذه الطريق غادي تزيد توسع. وهاد الناس كيقول لك اسيدي حنا مع المصلحه العامه. هذه الطريقه انتم شوفوا، نحاول نبين لكم بعض البنايات اللي تم الهدم ديالها بالكامل، فمازال غير بنايات. نحاول نمشي مع الشارع كامل كما كتشاهدوا متابعينا، ثم تعطوني الاراء ديالكم بخصوص يعني هذه العمليه ديال الهدم. هانتوما شاهدوا، كنظن بان الصوره والصوت واضحين. فالطريقة ديال كلها المؤدية للمطار كلها تم الهدم ديال هاد البنايات كما كتشاهدوا بدون استثناء. ها انتم شاهدوا معنا، في نظركم يعني الا كانوا هاد الناس محتلين الملك العمومي والسلطات كتقوم بتحرير الملك العمومي، واش القانون كيقول ما خصهمش يتعوضوا ولا كيقول خصهم يتعوضوا؟ انتم اعطوني الاراء ديالكم، وانا هنا انا ماشي بجيت باش نحكم على هاد الناس. انا الهدف ديالي كاعلامي وكصحفي هو انني نقل الواقع، وماشي انا اللي من اختصاص ديالي انني نقول واش خصهم يتعوضوا ولا ما خصهمش يتعوضوا. انا سمعت وصلت الصوت ديالهم، نقلت المعاناه ديالهم، لان شفت مجموعه من التعليقات وهاد الناس اللي راهم كانوا محتلين الملك العمومي. واسيدي راه القانون خصنا القانون شنو غير، وكنقول وكنطرح مجموعه من علامات الاستفهام. هاد الناس ملي كانوا كيبنيو ذاك الفتره وذاك الحقبه، لان الناس بناو شحال هذه، فين كانوا السلطات المحليه انذاك؟ الا كانت السلطات المحليه الان قائمه بالواجب ديالها وكتقوم بتحرير الملك العمومي،
فشكون اللي يسمح لهاد الناس الا كانوا مخالفين لانهم يبنيو في ذاك الوقت؟ غتقولوا لي بان رئيس الجماعه راه تحاكم وراه كيتحاسب على هادشي وهادي وهادي وهادي. اين كان القائد والباشا والمقدم والشيخ وجميع؟ انا ما كنتحدث على ديال دابا، كنتحدث على ديال ذاك الوقت. واش ما شافوهمش كيبنيو؟ هذا سؤال كيطرح مجموعه من علامات الاستفهام. كنعرفوا ما شاء الله بان انا ما كنتحدثش باش نعاود، ما كنخافش ولكن كنقول الواقع، وما كنتحدثش على هذه الفتره هذه، لان هاد الناس هادو راه ما بناوش في ذاك الفتره هذه، راه بناو سابقا. داك السلطات المحليه ديال داك الوقت فين كانوا؟ واش ما شافوهمش؟ ولا كانوا شافوهم وخلاوهم يبنيو، ولا كانوا محتلين الملك العمومي؟ فهنا مجموعه من علامات الاستفهام تطرح. ما كنتهم حتى شي واحد، وانما كنستفسر وكنتسائل. هاد الصف كامل اللي داخل يعني في الطريق كلشي تم الهدم ديالو. وهذه اسئله بريئه، ونتمنى من الجهات المسؤوله تخرج توضح بعد ما سمعنا للمواطنين الشهادات ديالهم. نتمنى كذلك المسؤولين يتواصلوا معنا ويفيدونا في هذا الاطار، هذا يعطيونا المعلومات المضبوطه، لان انا ما غاديش نبزز عليهم يهضروا، ولكن راه من حق الراي العام يعرف شنو واقع هنا في ولاد الطيب. نتمنى لان الرساله ديالي تكون واصله والصوت والصوره يكون واصل مزيان. حنا نبحث دائما على الحقيقه، نحاول ايصال صوت المواطن. من حق المواطن يناشد ويقول انا راني مضرر نتعوض، ما فيهاش واش قانوني ولا غير قانوني. شكرا صديقي على هذا الكلام. نعم حنا كنقولوا غير واقع. اخويا زهير، في نظركم هاد الناس سنوات هما هاد الناس راه عندهم الموضوع، راه كيخلصوا الموضوع. هاد الناس راه كيخلصوا الموضوع. شكون اللي الا كانوا مخالفين، الا كانوا هاد الناس مخالفين يعني ما عندهمش الحق لانهم يبنيو، شكون اللي خلاهم يبني؟ هذا هو السؤال المطروح. علاش خليتوهم في الاول يبنيو؟ علاش خليتوهم يتربطوا برخص الماء والكهرباء؟ ودابا نجيو نهدموا لهم؟ كاين اللي كيقول غيتعوضوا، كاين اللي كيقول ما غيتعوضوش، كاين اللي كيقول ماشي من حقهم يتعوضوا لانهم مخالفين وبنوا في الملك العمومي، وكاين اللي كيقول لا خاصهم يتعوضوا. لان شكون اللي سمح لهم اصلا شحال هذه باش يبنيو؟ فين كانت السلطات المحليه اصلا؟ ها انتم بحال دابا هاد البنايات تهدمات بالكامل. ها انتم شوف يعني هاد البلاصه هذه كلها تهدمات ومازال يعني في الجهات الثانيه. كاين اللي كيقول طلع تاكل الكرموس نزل، شكون قالها لك؟ دابا السلطات المحليه الان مشكورين، ما حتى هما ما عندهم مشكل مع السلطات المحليه الان، لان كيحروا الملك العمومي، كيقوموا يعني من اجل مصلحه هذا الوطن، من اجل توسيع الطريق، حتى هما مع هذا الشيء. ولكن شحال هذه كنتحدثوا على السلطات ديال شحال هذه، علاش خلات هاد الناس يبنيو؟ فين كانوا؟ واش ما شافوهمش؟ هذا هو السؤال المطروح. انا هذا اللي بغى يحمق لي دماغي، هذا اللي ما فهمتوش، وانا غير كنتسائل وما كنوجه اتهام لحتى شي واحد. بارطاجيو هذا اللايف يطلع، اجي شوفوا هذه البنايه هذه تم هذه ديال ها انتم شاهد مزيان مصلحه ديال. الا كانوا هاد الناس مخالفين راه مصلحه اللي عطى الرخص راه في السجن. اذا هذا شوف، حنا عارفين بان كان مجموعه من الخروقات هنا على مستوى ولاد الطيب شحال هذه، وكاين الناس اللي نالوا الجزاء ديالهم، ولا ربما هاد الناس هادو، انا كنقول هاد الناس هادو الا كانوا مخالفين للقانون راهم ضحايا ديال الناس اللي سمحوا لهم كذلك انهم يخالفوا القانون. تا هما راهم ضحايا، الا كانوا مخالفين للقانون وبناو هنا، وشكون اللي عطاهم الرخص، وشكون اللي زودهم بالماء والكهرباء، واللي زودهم ربما راه في السجن. اذا شنو المصير ديال هاد الناس؟ الا ما تعوضوش غنقولوا بان لا ما بناوش بوثائق قانونيه ما غيتعوضوش، الا ما كانش عندهم بان الارض ديالهم وبداو لان بناو في الملك العام ما غيتعوضوش، ولكن شكون اللي عطاهم؟ فاذا هاد الناس منين ناشدوا قالوا خصنا نتعوضوا، جاو شي وحدين قالوا انتم ما محقكمش تعوضوا لان بانيين في الملك العمومي. واش فهمتوا الفكره؟ كلشي تهدم هنايا، اللي جاي على الطريق كلشي تهدم. ها انتم شاهدوا معنا وغنطلع معكم حتى الفوق. نتمنى غير يكون تفاعل وتعطوني الاراء ديالكم بطريقه محترمه. شاهدوا هذه الطريق، هناك من يقال بان بعدا اصلا هذا المشروع ديال توسيع راه ما عندوش علاقه بالمونديال، ما عندوش علاقه بالمونديال على مستوى زعما انهم غيديروا التراموي ولا غيديروا الباصوي. هذا المشروع ديال توسيع راه كان بان في 2011، وكانوا بغاو السلطات يقوموا بهذا العمل، وكان عرقله، كان الناس ما باغيينش هذا الشيء يدار ياك. ودابا الان تزامنا مع 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 كاس افريقيا وكاس العالم، راه خاصهم ضروري يوسعوا هذا الشارع. هناك من يقال بان غيدار هنا الباصواي، ولكن راه ما عندهاش علاقه بهذا الشيء. هذه التوسعه هذه
غير باش نسميو الامور بمسمياتها. يعني هاد التوسعه ماشي توسعه ديال المشروع ديال الباص، والا توسعه ديال المشروع ديال توسيع الطريق اللي جا في 2011، غير باش نسميو الامور به. ولكن واش غيديروا من بعد ما يساليوا التوسعه؟ غيفكروا في انجاز مشروع ديال الباصواي ولا التراموي؟ الله اعلم، ما كاينش توضيحات حدوث الساعه. هناك من يقول ويقال بانه غيدار الباصواي. اذا انتم كتشاهدوا، نتمنى على ان الرساله تكون واضحه، وانا كنحاول غير ننقل ما يحدث. هانتم بحال دابا هذا المنزل هذا تهدم، شاهدوا معنا، يعني الطريق من رومبو حتى الفروج كلها غتهدم. دابا هاد البنايه هي تاهي تهدمات، نزيدو نطلعو عاوتاني الفوق تشوفوا بنايات اخرى. انا حاولت ما نديرش لايف من بلاصه وحده باش يبان لكم الصوره الحقيقيه ديال هاد الشارع كامل، عليها كندير لايف وكنتنقل بالسياره من اجل نقل الصوره الكامله، وانا احرص على ان الصوره الكامله تبان. فهنا انا صورت مع المتضررين اللي تريبوا لهم، خديت الشهادات ديالهم، ولكن ما كرهتش الناس مسؤولين على هذا المشروع يخرجوا يوضحوا شنو كاين، باش هكا تتضح الصوره. حق الرد دائما مكفول للجميع، انا كصحفي راه غنصور مع المتضرر ونصور مع المسؤول، ما عندي حتى شي مشكل. ماشي انا اللي كنصدر الاحكام، انا ماشي انا صحفي كنوصل الصوت ديال المواطن. اسم الشارع هذا شارع ديال ولاد الطيب، هذا الكبير، هذا هو كنتواجدوا في منطقه ديال ولاد الطيب، الشارع الكبير ديال ولاد الطيب. هانتوما شوفوا عاوتاني هنا، انتم كتشاهدوا يعني بشكل واضح العمليه ديال الهدم شملت كل المحلات اللي جايه، لان هذا بلان فيه شارع، واكيد لكم حق تعليق، كل واحد ممكن لانه يبدي الراي ديالو بكل حريه في التعبير. المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مصلحة هذا الوطن وتوسع الطريق فوق كل اعتبار، غير هو واش لأن هاد الناس كانوا ضحايا ديال أنهم خلاوهم يبنيو شحال هادي السلطات السابقة، ودابا جاو السلطات الحالية كيهدموا لهم، واش من المفروض نعوضوهم وخا مخالفين القانون كيبنيو في الملك العمومي؟ لأن راكم شايفين كاين اللي متعاقب على هاد القضية وراه يعني السلطات السابقة ولا المنتخبة ولا المحلية، ولا ما كيستحقوش لانهم ياخذوا الدعم. فاذا هذه الطريق المؤديه للمطار، هذا الرومبو الكبير ديال المطار، وهذه الطريق اللي نقدروا نقولوا هي مؤديه للمطار، ولكن هذا المشروع هذا راه ما عندوش علاقه بالمونديال، هي نقدروا نقولوا بانهم اكتيفاو اللعب، يعني اكتيفاو العمل من اجل ربما ان يجي كاس افريقيا يكون ذاك الشارع هذا، ولكن راه المشروع بدا في 2011 ديال التوسيع ديال الطريق، ما عندوش علاقه بالمونديال، غير هو ربما القضيه ديال المونديال وكاس افريقيا خلات الاشغال والعمليه ديال تحرير الملك العمومي يعني تكون بوتيره سريعه. اذا شكرا المتابعين، هذه الطريق المؤديه دابا للمطار، هاي دابا دزنا من داك الشارع ديال ولاد الطيب، دابا هذه الطريق المؤديه للمطار. شكرا، غادي نكتفي بهذا القدر، خليوا لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم بخصوص هاد التوسيع اللي كاينه في ولاد الطيب ديال الطريق. واش داك الناس ضحايا ديال الناس اللي خلاهم انهم رخصوا لهم سابقا يبنيو في الملك العمومي وهما ضحايا، ام انهم ماشي ضحايا وما خصهمش يتعوضوا؟ واش خصهم يتعوضوا ولا ما خصهمش يتعوضوا؟ النقاش راه مفتوح والتعليقات مفتوحه للجميع. شكرا متابعينا، الى امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله، كان معكم مراسل القناه منصف بودري، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.